إذن هذه كانت المحطات المختلفة. الأستاذ عماد الطيب أكد أنه في مجلس إدارة نادي الهلال اتجهوا لتوحيد الطاقم والمدرسة التونسية، على اعتبار أنه في مدرب الحراس وطبيب الفريق من تونس، بالتالي ده كان دافع زيادة لأنه اتجهوا لتونس. مدرب الأحمال سيكون تونسي، والمدير الفني هو نبيل الكوكي تونسي، بالتالي رؤية مجلس الهلال أنه اتجاه في هذا التوقيت للمدرسة التونسية وللكوكي. كان في جدل سبق خروج الكوكي في الموسم الماضي، بالرغم أنه الكوكي نتائجه كانت طيبة مع فريق الهلال، وتوقيت خروجه لم يكن بإقالة من مجلس الهلال، أو هو كان خروج أغضب كثير من الهلال. لكن الكوكي في المؤتمر الصحفي ذكر أنه كان لظروف عائلية خاصة بوالدته، وهو كان لازم يكون موجود في تونس. بعد ذلك هو انتقل لتدريب الإفريقي التونسي، ذكر هذا في المؤتمر الصحفي، واعتذر لجماهير الهلال واعتذر لمجلس إدارة نادي الهلال عن خروجه السابق. الكوكي الآن هو المعرفة اللي حددها من خلال أنه في عدد من اللاعبين كان أشرف على تدريبهم، في إضافات فنية وتتعرف عليها من خلال المشوار مع فريق الهلال. طبعا المدة قصيرة ما بين عودة الكوكي وإشرافه على التدريبات والمباراة القادمة لفريق الهلال، بالتالي هو الآن أشرف على التدريبات، الكوكي مباشرة باشر مهامه. لكن أعتقد أن الرؤية الكلية الفنية، التعرف الكامل بالرغم من التقارير الموجودة من الديبا، من القطاع الرياضي، من إدارة الكرة، وكمان كابتن حمد كمال بقى مع دائرة الكرة، أعتقد أنه عشان تكتمل الصورة بالنسبة للكوكي حياخذ وقت عشان التعرف على اللاعبين. هو سأل من بعض اللاعبين وطالب، كل مدرب عنده فلسفته، عنده فكره، عنده رؤيته، عنده أشياء الخاصة. مخرجنا لو في تلفون منو مع الزميلنا عيد الروس. مساء الخير. أهلا بك الزميل حاتم التاج، وتحية لكل مشاهدي ستون فور. أهلا بك وسعداء بطلتك معنا. كيف تقرأ هذه الاتجاهات الأخيرة لنادي الهلال؟ الهلال من جديد اتجه للمدرسة التونسية لتوحيد الطاقم الموجود في الهلال، وكذلك تحديدا الكوكي بعد أن قدم اعتذاره في هذا المؤتمر الصحفي. نعم، يعني يمكن عودة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتدريب الهلال من جديد بعد أن كان مع الفريق في الموسم قبل الماضي، يعني أحدثت حالة من يمكن اختلاف الآراء ما بين مؤيد لعودة التونسي من جديد لتدريب الهلال وما بين معارض. لكن يعني واضح أنه مجلس إدارة نادي الهلال يعني وجد الكوكي هو الخيار الأقرب والخيار المناسب، على اعتبار أنه كان يعني يعرف الفريق عن قرب باعتبار تدريبه من قبل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والوصول بالفريق للمجموعات في الموسم قبل السابق قبل ترك الهلال. نحن يعني يمكن الناس كانت مختلفة في الملابسات ما حدث ترك الكوكي لتدريب الهلال، حينها يعني الكوكي كان صرح بأنه ترك الفريق لظروف خاصة، في نفس الوقت في اليوم التالي مباشرة من وصوله إلى تونس وقع عقد لتدريب النادي الأفريقي اللي هو بيعتبر يعني الكوكي نفسه بيعتبر أحد أبناء النادي الأفريقي. لكن الخيار الأقرب يعني يمكن بحسب المتابعات الشخصية أنه ممكن ترك تدريب الهلال من أجل تدريب النادي الأفريقي، يعني كان بمر بوقت حرج و طلب الكوكي للعودة إلى تونس، والكوكي ما يتردد. الكوكي من خلال المؤتمر الصحفي العقد بعد عودته للهلال اعتذر لكل الأسرة الهلالية، ففي نفس الوقت نفى فيه أنه يكون هرب من الهلال، وطلب يعني أكد أنه حتكون في صفحة جديدة وهو جاهز لقيادة الفريق في الأبطال، بل أكد أنه مباراة بورت لويس بطل جزيرة مرشد حتكون كامل المسؤولية له اللي شاف. طيب زميل مصطفى، يعني هذه النقطة تحديدا،
هل تعتقد أنها منطقية بعودته في هذا التوقيت العدد الأيام إشراف على تدريب أو اثنين أو ثلاثة، ولكن مع ذلك خرج بتصريح أنه يتحمل مسؤولية هذه المباراة؟ كيف يتحمل مسؤولية هذه المباراة؟ بالتأكيد أعتقد إنها ما منطقية. يعني في نفس الوقت يعني إنه الهلال مقبل على المباراة بعد يمكن أقل من 9 أو 8 أيام من تولي الكوكي لتدريب مهمة الفريق. لكن شخصيا أعتقد إنه الكوكي من خلال هذا التصريح أراد أن يكسب به ودع جماهير الهلال من جديد، باعتبار إنه يريد أن يقرب المسافات، يريد التغيير من الصورة التركباء الهلال في المرة السابقة. على المستوى الشخصي أنا بعتقد أن الكوكي نعم هو ما من المدربين ممكن نقول عليهم فرز أول في تونس، لكن تجربته مع النادي الأفريقي بعد ترك الهلال ما كانت ناجحة، بدليل أنه في الفريق كان خسر من فريق حمام الأنف فورا رئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي أصدر قرار بإقالة نبيل الكوكي بين الشوطين، تحول لليبيا في تجربه مع الاتحاد الليبي، وايضا اداره الاتحاد الليبي فسخت تعاقد الكوكي، ما لم تكن راضيه عن نتائج الكوكي مع الفريق. يعني يمكن الهلال الان هو المحط الانسب بالنسبه للكوكي، ما في خيار افضل من الهلال، لكن اعتقد انه هذا الموسم سيكون تحدي كبير بالنسبه للكوكي. نعم. هل بالنسبه هو ده الخيار الانسب بالنسبه للكوكي او فرصه بالنسبه للكوكي انه يكون مع الهلال في هذا التوقيت خاصة إفريقيا، لكن هل هو كان الخيار الأفضل بالنسبة للهلال في هذا التوقيت؟ بالتأكيد، باعتبار أن الهلال كان عنده خيارين، إما أن يتم إسناد المهمة لمدير فني وطني مواصلة الجيبة للإشراف على الفريق في الموسم الأفريقي المحلي، أو التعاقد مع مدير أجنبي يكون على علم، يكون لديه خلفية عن الهلال، سواء مثلا الكوكي او اعاده طارق العشري من جديد او اعاده التونسي نصر الدين النابي من جديد. المهم يعني مدير فني يكون على خلفيه بالهلال، واعتقد انه الخيار الانسب كان بالنسبه للهلال هو الكوكي، وموافقه الكوكي ايضا على العوده من جديد في محاوله لتغيير الصوره في المره السابقه وقياده الفريق بشكل جيد في البطوله الافريقيه، اللي انا بعتقد انها حتكون تحدي كبير، خصوصا ان الهلال يتخطي زمان يحفي تخطي بطل جزيرة موريشيوس، سيدخل مباشرة في مرحلة المجموعات اللي حتكون في وقت مبكر، قياسا على تغيير الاتحاد الافريقي لكرة القدم نظام البطولة بإقامة المجموعات في مرحلة مبكرة. نظام مرحلة دورة ربع النهائي حتكون بخروج المهزوم، يعني ده حيكون امام حيضع الكوكي امام تحدي كبير في سباق مع الوقت لتجهيز الفريق للدخول في تحدي المجموعات بنجاح الهلال في عبور بطل جزيره موريشيوس. نعم مصطفى، اخيرا كيف تنظر لهذه المباراه، البدايه مباراه الاحد من خلال واقع العناصر المباريات الاخيره، الهلال بعد عودته من يالا تقريبا لم يلعب مباراه الا مع التحرير، كيف تنظر لملامح تشكيل الهلال وما سيقدم الهلال في هذه المباراة إن شاء الله؟ نعم، يعني يمكن أكيد هي الفترة كبيرة ما بين توقف الدوري ومباراة الذهاب في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام بورتا لويس. أعتقد أن تجربة التحرير مع الاحترام للتحرير يعني ما أكيد ما حتكون مقياس بالنسبة للجهاز الفني للهلال، التدريبات حتكون واحدة هي المقياس من خلالها سيختار الجهاز الفني التشكيل الجديد للفريق. ممكن نبيل الكوكي تكون عنده آراء أخرى أو خيارات أخرى بالنسبة لعدد من اللاعبين اللي كانوا مثلا خارج اهتمامات الجهاز الفني في الفترة السابقة، ممكن يدخلوا في التشكيل، والعكس هو صحيح. على الورق ممكن نقول الهلال هو الأكبر من ناحية فارغ الإمكانيات، من ناحية فارغ الخبرة الكبيرة في البطولة، لكن الآن يعني أعتقد أن كرة القدم الأفريقية على صعيد الأندية تطورت بشكل كبير. أقرب مثال الهلال الامتحان اللي تعرض له الهلال أمام تيو سبورت العاجل، يمكن أطاح بالهلال من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا قبل 4 مواسم إذا لم أكون مخطئ، بالتالي بطل جزيرة موريشيوس الهلال لابد من الحذر الكامل، لابد من تحقيق نتيجة إيجابية تعين الفريق على أنه يتحول
لأداء مباراة الرد بأعصاب هادئة يعني. نعم، يعني خاصة أنه الجماهير تريد أن تتفادى أي مفاجآت في الأدوار الأولية كما حصل في الموسم الماضي، وكانت تجربة قاسية جدا للهلال. بالتأكيد يعني رغم أنه الفرق التي ستودع دوري أبطال أفريقيا من الدور الأول ستتحول تلقائيا لمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الاتحاد الأفريقي، لكن أعتقد أنه طموح جماهير الهلال الأول هو المضي بعيدا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. نبيل الكوكي نفسه يعني الخطوة الأولى حتكون له هو ضمان صعود الهلال إلى مرحلة المجموعات، من ثم ترتيب الأوراق في انتظار المنافسين. لكن أعتقد أنه مباراة الذهبية اللي حتضع العناوين العريضة لمشوار الهلال نحو الوصول للمجموعات. نعم، مصطفى عيدروس زميل الصحفي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وشكرا جزيلا أيضا على التحليلات والقراءات للموقف الهلالي الآن. شكرا جزيلا. شكرا مصطفى. بالفعل هي الآن واقعية أن ينتقل الهلال للدخول في المسرح المنتظر، مسرح المنتظر الإفريقي، على اعتبار أنه ما سبق من معسكرات، من إعداد، من تسجيلات، حتى من مباريات الدوري الممتاز، مع احتفاظنا بقيمة بطولة الدوري الممتاز يصبح أو يمضي مؤشر كبير للدوري أبطال إفريقيا. تنتظر الجماهير، تنتظر التغيير، الخطوة أهمية أن هذه المباراة ما تنقلك مباشرة للمجموعات وتضمن تنافس على مستوى يمكن أن تصحح الأوضاع وترتب في البيت الداخل الفريق بشكل مختلف، أو تتحول للكونفدرالية. وبالتالي هذا الاهتمام الكبير من جماهير الهلال، وبالتأكيد التطلعات الكبيرة لكل عشاق الأزرق بتحقيق نتيجة جيدة وتمكن الفريق من الصعود مباشرة إلى مرحلة المجموعات اللي تبدأ مبكرا. الاتحاد الأفريقي ذهب باتجاه المنافسة الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، أصبح دوري أبطال أفريقيا مشابه لنظام المتبع في دوري أبطال أوروبا. مرحلة المجموعات تبدأ مبكرا من 16، أتمنى أن يكون الهلال والمريخ في 16 المجموعات الأولى في أفريقيا، وبعد ذلك يمكن أن ترتب الأوضاع بشكل مختلف. الجهاز الفني يتعرف على الفريق، الفرق تأخذ وقتها في الاستعداد والإعداد، ويحصل التبادل، التأهل بعد ذلك للمرحلة القادمة يكشف عن طبيعة هذه الفرق ومستوياتها. بالتوفيق للكبيرين في دوري أبطال إفريقيا، بالتوفيق للطموح والقادم بقوة هلال التبلدي في الكونفدرالية، وأيضا لنمور دار جعل أهل شندي في مواجهة فريق متطور قوي سوبر سبورت الجنوب إفريقي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل هذا البرنامج.